في هذا التصريح بقناة الفجر المغربية الكاتب العام لجمعية الصيد البحري بمارتي، كيفاش تقرر مع هذا الحفل بمناسبة ذكرى مولد النبي؟ السلام عليكم، كنشكركم على الحضور ديالكم. السلام عليكم، يحيى زيان كاتب جمعية الصيد البحري ورئيس ديال لجنة التنشيط هذا النشاط اللي غادي نقوموا به ديال المولد النبوي الشريف. أولا كنشكركم على الاهتمام ديالكم بهذا القطاع وبهذا الأنشطة الاجتماعية في هذه المدينة. فهذا النشاط فهو ماشي ديال جمعية الصيد البحري ولا التعاونية ديال الصيد التقليدي، وكذلك حتى نساء غيو مارتي اللي ساهموا في هذا النشاط هذا على الميدان. فهذا النشاط ديال مدينة مارتي، وهذا النشاط مجرد كنحيو التراث القديم، لأن حنا ماشي زعما اكتشفنا شي حاجة ولا شي حاجة. فهاد البحر قدام كانوا كيقوموا بهاد الأنشطة هادي، وكانوا على الشاطئ وكيقوموا بهاد الأنشطة. حنا الحمد لله بغينا نعرفوا بنقطة التفريغ ديالنا ديال مدينة مارتين، فحاولنا تعمدنا نعملوا هاد النشاط داخل نقطة التفريغ باش كتكون ديك الهوية ديال الساكنة ديال مارتين. وأنت كتعرف الهوية ديال الساكنة ديال مارتين، الناس ديال مارتين دائما كيخلقوا بحارة إناثا وذكورا، وهويتهم النهر والبحر. فهاد الأنشطة هادي كنتمنى تتكرر وما تبقاش في هذا الحد هذا، وكنتمنى حتى الجمعيات المدنية والجمعيات الأخرى تشارك في هذا النشاط هذا، وتشارك حتى في الأنشطة الأخرى اللي التراث ديال المدينة هي اللي معروفة بالعنصرة. كيفاش تقارن أكثر في هذا البرنامج ديال الحفل؟ البرنامج شنو عمل في هذا البرنامج ديال الحفل؟ البرنامج هو غادي نقراو آية من الذكر الحكيم، تحية العالم، كاين الاطفال ديال الختان اللي غادي يتفرجوا مورا الاطفال الطفلات ديال غادي يكونوا عندهم الشده الفتيات، ومن بعد حفله الشاي في النهايه، وكاين عندنا الدقه المراكشيه وعندنا الدي جي. هذا هو شي كلمه شي رساله تقول ساكنه مارتين تقول للبحاره جمعيه؟ انا كنشكر البحاره دبرتي على التضامن ديالهم، لان وقع واحد التضامن كبير بين التعاونيه ديال الصيد التقليدي وبين جمعيه الصيد البحري. هو التضامن كان كاين غير، والتضامن كذلك التعاونيه تريو مارتين اللي ساهمت في الميدان معنا، والناس الساكنه ديال مارتين كامله تضامنت وعجبوا من النشاط، وحنا فرحانين بهذا النشاط هذا بزاف. وكنشكر حتى كذلك المجلس البلدي والسلطه اللي ساندتنا كذلك في هذا، كنشكر السيد السلطه المحليه وعلى راسهم القائد ديال المقاطعه الرابعه. كنشكر الجميع وكل من ساهم في هذا النشاط، كنشكر كذلك الناس ديال الاعلام، لا بهم ما يكون حتى شي حاجه، لان الضوء ديال الاعلام مهم. وكنشكر الجميع واشكر. نتمنى تكون متفقه يا جميع. سيدي بارك الله فيك. مدير تعاونية الصيد البحري وعضو في جمعية الصيد البحري في مارتين. هذا النشاط يأتي في إطار احتفالات بذكرى عيد المولد النبوي الشريف المنظم من طرف جمعية الصيد البحري، وبالتنسيق وتعاون مع تعاونية الصيد البحري والمجلس الجماعي لجماعة مارتين. هذا الاحتفال كيجي يعني احتفالا بعائلات وبأبناء وبنات البحارة ديال مارتين، والبرنامج ديالو كيتضمن حفل الحناء لان غيكون الختان لمجموعة الاطفال وابناء البحارة، وكذلك حفل اللباس التقليدي للبنات بحارة الشدة واللباس. كذلك تكون هناك ختان الاطفال والشدة. الاطفال غادي يكون ان شاء الله اليوم الثلاثاء. الثلاثاء والشدة ديال الفتيات. المدني بتطوان. نعم. كيف جاءت فكره تنظيم هذا الحفل بمناسبه ذكرى مولد النبوي الشريف؟ هذه الفكره جات في اطار الانشطه الثقافيه والاجتماعيه اللي كتنظمها التعاونيه والجمعيه. كما كتعرفوا ان جمعيه الصيد البحري والتعاونيه دائما سباقه للتفكير في العائلات وابناء البحر من خلال مجموعه المبادرات
غالبا ما كنتعاون مع المجلس البلدي مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واخرا كان اللي هي كانت الهيبه الملكيه والكفاله المنطقه الساحل جلال الملك محمد السادس حفظه الله، وكان مجموعه توزيع الاضاحي العيد تقريبا 57 اضحيه استفدوا منها عائلات البحر. ودائما كيكون مبادرات متنوعه وانشطه متنوعه. الهدف من هذه الانشطه هو تقديم واحد الدعم والمسانده للبحاره ومن اجل الحفاظ على هذا القطاع الصيد البحري اللي هو قطاع تقليدي، يعني محتاج للدعم والمسانده ومحتاج كذلك للانشطه الموازيه باش يكون استمراريه ويكون شي رسالة. شي رسالة للبحارة تقول للمجتمع المدني مدينة مارس ياسر؟ كنطلب من جمعية المجتمع المدني أنهم يدعموا هذا القطاع ويحافظوا على هذا الموروث الثقافي في هذه المدينة والموروث الحضاري اللي ماركين معروفة بالبحار والشاطئ وهذا، ونعملوا يد في اليد باش نزيدوا برضو الإمكانيات هذه المدينة. أتمنى لكم التوفيق نور الدين النادي في هذا الحفل البهيج اللي كنعملوا هنا حضور نساء مختلفة. شكرا سي حافظ على هذا الدعم وعلى هذه المساندة، وشكرا القناة ديالكم فجر مرتي متواجدة معنا دائما ودائما كتقدم لنا أخبار فجر المغربية. شكرا بارك الله فيك.